برا واللي عدنا. اوكي، من الواضح انه بيحتاج يجيب لكم دليل انه نارين بيوتي بالستوريات اللي كانت تبكي بيها كانت تقصد نور ستار. اما نسعى السبب فنور ستار طلعت وردت على نارين بيوتي، فنزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات تقول بيها انه هي تتوقع انه نارين بيوتي هي كانت تقصدها بالستوريات، وصارت تهجم عليها وصارت تسبها، وصارت تقول انه انا اكبر منك، وصارت تقول اكشف حقيقتك وافضحك من هذا الكلام، وانه هي من وصل للامارات. صار هو يوصل لحكي انه نارين بيوتي تحكي عليها، ولكن هي كانت تطنش ومتهتم، ولكن هواي تقول انه هي كانت تقلدني مو انا اقلدها، وانه نارين حرمت موفلوكس من نور ستار اللي هو صديقها القديم، وتقول انه هو اعترف لها ان نارين بيوتي كانت تغار من عادها، وقد كانت تقول تضايق من كل اعلان تسويه، وانه نارين تحرض شلتها اللي هي انس واصاله واسامه مره وغيث مروان عليها، وتحاول تستعطف المتابعين من هذا الكلام. على كل انا مو يا احد حطكم الستوريات شوفوها. وصلنا لصوت المقطع، من المقطع جوكم حبايب، اشتركوا بالقناه عمود نجيب لكم كل الاخبار الجايه وبس. كانكم فيزي من خدمه القصص، ومع السلامه. جايز انا مثلكم ما عم بعرف اللي عم بيصير، بس انا عم بتوقع انه الكلام علي. ليش؟ لانه الفولو انشال مني، فانا حرد، بس حرد باحترام لانه انا انسانه محترمه. بس نور جيتها على دبي اذت كثير عالم ما بعرف ليه. نور انه فاتت على دبي، ما صار لي شهرين بدبي، اذت عالم. ليش؟ ما عم بعرف. انا صار لي اسبوع عم تجيني رسائل نور انتبهي في حدا عم جايز انا عم بحكي هلا وبصب بالله عم بجوف وشي كتير تعبان. ما تغركن الفلتر تبعكم، يعني ما تغركن. اول شيء حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا تعودت لما ننظلم نقول حسبي الله ونعم الوكيل اولا. ثانيا، العالم ومتابعينا مش اغبياء. بحياتك ما تستغني المتابعين انه تطلع تمثلي وحيعرفوا الحقيقه، مصيرهم حيعرفوا الحقيقه. فانه تستغليني لتغطي الحقيقه او حقيقتك ما حتستفاد. ثالثا، انا اكثر حدا حقيقي بالدنيا. لما شفتك قبل يومين اول شيء قلت لك ما جيت سلمت، حتى ضلتني ساكته عم بسمع حكي، بيصلني حكي، بس ليش؟ ما عم بعرف. ماني اكله من رزقك، ما اذيتك، ما بعمل مقلوبه وثاني يوم انت تعملي تقلبي القدر نفس ستوري نفس الهي. ما بقلب. كنت قاعدة بالصالون، اجت قعدت حدي عم تحكي، قلت لها ساكتة. انا تاخذ تليفوني بتحط فيه معلوماتها، شو عم تعملي لرمضان؟ قعدت حكيت لها كل شيء، هيك بدي اعمل، هيك بدي اعمل، هيك بدي اعمل، او انا كمان انت حتعملي هيك؟ انا حتى قلت لك شو بدي اعمل مع ابو فلة، شو بدي اعمل مع، لاني انا هيك صريحة ما عندي شيء خبيه. ومش سنة واثنين صار لي بهالمجال، صار لي سنين، وبحياتي بهالسنين ما اذيت حدا، ما جرحت حدا، ما تحديت على حدا. بس انه تطلع انا اللي اذاني جايز، انه تعدت على اسمي، انا تعدت على اسمي، انا ما بآذي حدا، انا اكثر حدا بحالي واكثر حدا ناجح واقرب الناس. رفيقي اللي حرمتيني منه سنين اجى قال لي حقيقتك، قال لي شو كنت تحكي بظهري وقد ايه انت مهووسه فيه وقد ايه انت مهووسه بكل اعلان انا بعمله، بس ما حكيت شيء، ضلتني ساكته. جايز هدول الدموع مش تمثيل، هدول الدموع حقيقيين. هي وشلتها بتعرف مين عم يحكوا بضهري ويصلي الكلام اللي عم يحكوا بضهري، وانا ضلني ساكته. ولما بتلتقى فيي وش لوش بالصالون بتقلي بيب بيب حبيبي كيفك بيب، وانا اصفن وش معقول هي بتحكي عني؟ ما صدق انا لما بلتقى فيكي ما بقول لك بيب بيب او ماي جاد اشتقت لك بيب، وتطلع على الستوري تمثلي. شو عملت لك؟ شو عملت؟ انا بدي اعرف شو عملت. سرقت رزقك، اكلت مالك، اذيتك، خنتك، جرحتك، شو عملت؟ بعرفك حدك. شو هالغيره والحقد؟ شو عشو هالحقد كله؟ الحقد كله عشو؟ شو عملت لك انا؟ شو عملت لك؟ عايشه انا وامي واختي لحالي ببعيد عن الدنيا. عم بتقولي انه انا شكلي مكتئبه، او لما شفتيني كنت مكتئبه. هاد مش لانه شفتيني، هاد لانه انا قلت لك انه انا هون بدبي عم حس باكتئاب. هاد انا لانه قلت لك انه انا راجعه امريكا بعد فتره قليله لانه انا هون مش مرتاحه من كثره كل الدراما اللي حوالي. هاد لانه انا معلومات قعدت وقلت لك اياها كلها، انا اللي عطيت اخباري، انا اللي كنت عم بعطي. مش انتي، حتى الافكار فكرتي قلت لك اياها، قلتي لي وانا كمان. انا اللي حكيت، والله شاهد. ما حقول اختي كانت هنا لانه هي اختي، ما حد حياخذ بشهادتها، بس الله موجود. الله
إذا بتعرفي، بس بعد كل اللي عملتيه ما بعتقد بتعرفيه لله. الله كريم.